لا كاين الغلا بزاف، كاين الغلا وكاين الرفود وكاين الغلا بزاف. الصندوق ديال العود كاينه من 2800 3200 2600، من 2600 حتى 3200 ديال الميكا، كاينه من 4000 حتى 4500، 4400 حاجه مزيانه. وكاينه ديك اللي هي ميانه من 3600 3800 3500 الميانه، والمليحه كاينه 4500 4200 4600 حتى 4000. هذا الشيء اللي كاين. السلعه ثاني عاود كتكون مع الوجد ناقصه شويه، اما كاين الخروج والعواشر ديال رمضان والطياب ما كاينش غالبا عليها. اللي عنده شي بحيره كي غالب عليها بالقليه، دابا حنت كاين الثمن والسلعه ناقصه شويه قليله هذا العام، وكاين الخروج بزاف. كاينه ديال اكادير وكاينه واحد الماركه ديال البلاد، حتى هي لا سير، حتى هي كتعمل هذا الثمن لا سير. الفلاحه قاهرهم الدواء وقاهرهم الماء وقاهرهم سميتو، شحال من واحد عجز ما دارش سميتو. اللي كيدير نقولوا في المثال 40 هكتار ولا كذا، داير 20 ولا 10، داك الشيء باش كاين الثمن 150 160 من هنا، ياك فهمتي؟ اللي شوف هو غادي يبيع بالفرانك، ولكن لا ولكن كنقول لك المليح ماشي سميتو، حاجه مزيانه. الرواج دابا شي شويه، كاين شويه الرواج حيت دابا العواشر ديال رمضان، الناس كلشي بغا يتقدى، كلشي بغا يتقدى في هذا الوقت هذه، الله تا كاينه فيهم.